تكرار في جميعا. اليوم راح اشرح عن الاستثمار الخارجي اهميته وليش انه في الاردن قاعد بينزل بشكل مهم. الاستثمار الاجنبي هو عباره عن كل دولار دينار اي عمله بتنصرف برا هذا البلد خدمه للربح، بدك تعمل ربح، بدك تعمل مصاري، تعمل مشروع برا البلد. هسه انسى الربح المؤسسي الكوربريت، على مستوى الشعب، على مستوى الخدمه الاجتماعيه، الربح الاستثمار الاجنبي بيزيد المستوى الدخل تبع الافراد، بحسن وضع اللوحة المعيشية، بخلق فرص عمل وبقلل البطالة بشكل كبير. وإحنا خصوصا في الأردن دولة شحيحة في الموارد، الاستثمار الأجنبي عامل جدا مهم للأردن. عام 2010 كان حجم الاستثمار 1.75 بليون، هذا كان ريكورد هاي عندنا في الأردن. عام 2012 قلنا 1.1 بليون، عام 2014 نزل كبيرة كثير ل 250 مليون، ارتفع شوي ب 2016، 2018 احنا بريكورد لو من 1.75 بليون ل 180 مليون. تتكلم عن الأردن بين خلال 8 سنوات خسرت عن من أكثر يعني ما يقارب 90% من استثماراتها الخارجية. احنا حاليا حجم الاستثمار الخارجي عندنا بعدل زي ما كنا ايام التسعينات. زي ما شفتوا بالتوضيح قبل شوي احنا عندنا صار انخفاض مش طبيعي بحجم الاستثمار الخارجي، وهذا سببه اوكي في عوامل خارجية، جيراننا في سوريا والعراق اخواننا صار عندهم ازمات، وهذا الشيء ما بنقدر نتحمل يعني نسيطر عليه، ولكن سوء ادارة الازمات سواء كان من الحكومة او من الاقتصاد ككل زاد المشكلة سوء. الحكومة مثلا على سبيل المثال مش ناخذ بس مثلا الحكومة، وهذا سبب من اسباب انخفاض الاستثمار، بدل ما تخلي نسبة الضريبة ثابتة قاعد بتزيد نسبة الضريبة عشان تجيب دخل على المدى القصير. طب لما تزيد الضريبة انت قاعد بتهرب الاستثمار، لما تهرب الاستثمار بتهرب الاقتصاد، الاقتصاد بتقلص كل ما يهرب الاقتصاد، لانه الاستثمار بيجيب فرص عمل، لما تروح فرص العمل الشعب بيفقر. ففي عدة حلول لهذا الموضوع، منهم تقليل نسب الضريبة، خلق بيئة ثابتة للاستثمار في الأردن، خلق قوانين من المجلس النواب تكون فعليا ثابتة من ناحية اقتصادية ما تتغير على شكل دائم، وهيك فعليا ممكن نوصل لحل ونرجع الاستثمار زي ما كان 2010 و 2009 وممكن أحسن بكثير من هيك، وإلا سوف ممكن نصل لمرحلة ما إنها رجعة. وشكرا لكم.